بسم الله الرحمن الرحيم. الإخوة والأحباء، أهلا بحضراتكم في فيديو جديد. في البداية حابب أن أنا أنوه لحضراتكم إن الفيديو ده أنا عامله عشان نأكد على بعض الأمور اللي إحنا بنعتبرها من ثوابت العقيدة عندنا، وهي إن المولى عز وجل يمهل ولا يهمل، وإن عدالة السماء موجودة وقائمة لتقتص من الظالم والمتجبر والمتكبر والشخص الذي تسبب في إلحاق الأذى بالآخرين أو الاعتداء عليهم إما آجلا أو عاجلا. فربنا سبحانه وتعالى بيؤجل ممكن عقاب الظالم، ولكن سوف يقتص منه بعدالة السماء وبعدالته سبحانه وتعالى في أي وقت. في أي وقت سوف يتم القصاص من هذا الظالم، الشخص اللي ظلم غيره، الشخص اللي اعتدى على غيره، الشخص اللي أذى غيره، أي مكان نوع هذا الأذى أو أي مكان نوع هذا الاعتداء. فدي من ثوابت العقيدة عندنا، إحنا عندنا إيمان راسخ بهذه الأمور، بأن ربنا سبحانه وتعالى يمهل ولا يهمل، وإن عدالة السماء موجودة وقائمة وسوف تتحقق في أي وقت، في أي وقت مهما طال الزمان. أنا ترددت شوية لأن أعمل الفيديو ده، لأنه هو يعني ملبمس شوية بالبلدي كده مع قضية المفروض إن هي انتهت، خلاص انتهت، وأنا شخصيا انتهيت منها وكذلك حضراتكم، ألا وهي قضية المرحومة نيرة رحمة الله عليها. طبعا القضية دي خلاص أغلقت وانتهت بتنفيذ حكم الإعدام في محمد عادل أو تنفيذ القصاص في محمد عادل، وخلاص الموضوع انتهى. وأنا زي ما حضراتكم لاحظين أنا آخر خبر نزلته عن هذه القضية بعد فترة طويلة برضو من عدم التحدث فيها هو خبر تنفيذ الحكم في محمد عادل، هو ده آخر حاجة، لأن الموضوع خلاص يعتبر كده انتهى، وعند الله تجتمع الخصوم، الاتنين موجودين بين يدي الله، وربنا سبحانه وتعالى بعد كده هو اللي هيحاسب المجرم على جريمته أو على ما اقترفت يده من آثام أو الجريمة العظمى اللي ارتكبها في حق هذه الفتاة المسكينة. فخلاص الموضوع بالنسبة لي وبالنسبة لحضراتكم انتهى، ولكن أنا مش عامل الفيديو ده عشان خاطر أتكلم في القضية، لأن القضية خلاص إحنا اتكلمنا فيها ويعني شبعنا كلام فيها وقتلناها كلاما وبحثا زي ما بيتقال يعني، والفيديوهات اللي أنا ناقشت فيها القضية كثيرة جدا وموجودة، وبرضو كسيب لحضراتكم يعني في آخر الفيديو قائمة التشغيل الخاصة بموضوع نيرة أشرف ومحمد عادل في نهاية الفيديو، اللي حابب أنه يطلع على بعض التفاصيل اللي ممكن تذكر في هذا الفيديو. ولكن زي ما أنا قلت لحضراتكم أنا عامل الفيديو زي ما قلت في الجزء الأول عشان نؤكد على عدالة السماء، وإن أي شخص ارتكب فعل بيشكل ظلم للآخرين أو اعتداء عليهم أو أذى، ربنا سبحانه وتعالى هيحاسبه عليه، ربنا سبحانه وتعالى هيحاسبه عليه، لأن سبحانه وتعالى يمهل ولا يهمل. خلال الأيام القليلة الماضية في فتاة أو سيدة أي مكان اللي أنا بعرض صورتها لحضراتكم دي ظهرت، والمفروض ان هي بدأت تقول او تتكلم في امر يخص القضية ولكن ما بيخصهاش بشكل مباشر، ولكن يخص احد الاشخاص اللي يعني ارتكبوا جرائم بشعة بحق نيرة رحمة الله عليها. انا اعتقد ان هي يعني تتماثل وتتعادل مع جريمة محمد عادل نفسها، الا وهو المدعو عمرو الكاشف. انا تناولته في فيديوهات عديدة وانتقدته طبعا فيديوهاته، وكنت ضده هو والمجموعة طيفة الشر اللي هي كانت ملمومة حواليه أم شنب وبقية الأذناب بتوعهم، لأنهم أقل من اللي أنا أذكرهم يعني حضراتكم عارفينهم، وأنا اتكلمت عنهم في الفيديوهات اللي أنا ناقشت فيها هذه الموضوعات سابقا يعني، واتكلمت وطبعا كنت ضده، لأن الشخص ده هو نفسه زي ما قال إن هو ظهر مع قضية نيرة، يعني محدش كان يعرفه ولا حد كناش بنسمع عنه حتى في طبق اليوم على رأي محمد سعد يعني، ولكن هو فجأة ظهر كده وطفأ إلى السطح مع قضية نيرة، وطفأ على السطح مش لأنه هو بيتكلم في القضية سواء مع أو ضد، ولكن لأنه بدأ إن هو يخترع يعني أمور ملهاش أي أساس من الصحة، كذب مبين يعني، كان بيكذب يعني بيقول يعني أمور ما حصلتش وما لهاش أي أساس من الصحة، كذب في كذب يعني كذب بين زي ما أنا قلت على، وطبعا بدأ إن هو يخترع بعض القصص والحواديت لأنه هو كان عاوز يبقى مختلف، ما يناقش الموضوع إن أنا مع أو ضد والكلام ده كله، وإن كنت طبعا مش عارف مع القاتل دي تبقى إيه، ولكن إحنا اتكلمنا في القضية دي خلاص مش هنتكلم فيها. ولكن هو لأنه كان عاوز إن هو يظهر بشكل مختلف فبدأ إن هو يخترع بقى الكذب
فن صناعة الكذب اللي هو عمله، وبدأ ان هو يقول على بعض الامور اللي هي ملهاش ادنى علاقة بارض الواقع ولا بالحقيقة، وملهاش يعني ملهاش اي جذور على الاطلاق. موضوع بتيشيرت اصفر وبطاقية خضراء وبنطلون احمر، القصة الفاشلة اللي هو اقترحها ده. فالاخت اللي انا عرضت صورتها دي طلعت واتكلمت برضو، كان بحاول اختصر بقدر الامكان لان انا بس عاوز اوصل للمعنى اللي انا قلته في اول الفيديو، انا مش عاوز اناقش القصة دي مرة تانية. طلعت وقالت ان هي من ضمن الاشخاص اللي تواصلت مع هذا الشخص اللي هو عمرو الكاشف ده، ناهش الاعراض او السباب او اللعان، يعني حدثه ولا حرج، لان هو يعني عبارة عن كوكتيل كده من القرف مجتمع مع بعض. وطبعا يعني مش محتاج ان انا اقول لحضراتكم ان هي كانت على نفس الموجة معاه، ان هي كانت ضد نيرة، وانها كانت برضو بتتكلم عنها كلام مش كويس، وانا ما شفتهاش، ولكن في ناس في التعليقات اكدوا ان هم كانوا بيشوفوها، وانهم كانوا يعني هي كانت بتمارس هذه الافعال. وطبعا زي ما حتى منطقيا كده انها تتواصل، هي قالت ان انا تواصلت مع المدعو عمرو الكاشف ده لان لقيت ان ممكن يكون عنده معلومات جديده، او طبعا الكلام الفارغ اللي انا قلته لحضراتكم بتاع التيشيرت اصفر والطرف الثالث والهبل اللي هو كان يعني مصدعنا بيه ده، بس لمجرد ان هو يعني ايه يغرد خارج السرب كده ويبقى حاجه كده لوحده. وطبعا ثبت ان الكلام ده كله كلام عاري من الصحه وملوش اي اساس من الصحه خالص، مجرد خزعبلات كده طالعه من دماغه كده. فهي كانت ماشيه على نفس النهج بتاعه، ما هي نفس النهج بتاعه ومشنب والاشكال اللي هي اللي انتوا عارفينها دي كلها، اللي هي طائفه الشر اللي اجتمعوا على يعني مائده الشر كده عشان ينهشوا في لحم ضحيه بين يدي الله ويعتدوا على حرمات الله. زي ما انا قلت قبل كده في فيديوهات سابقه استخدمت نفس المصطلحات، وطبعا لم يراعوا لا ربنا سبحانه وتعالى ولا حرمة الموت ولا حرمة الميت ولا الناس اللي قلبها محروق لفقدان بنتها ولا الكلام ده كله، بل بالعكس نالوا من الضحية نفسها، اعتدوا على الضحية وزي ما قلتم اعتدوا على حرمة الموت وعلى حرمة الميت وربنا سبحانه وتعالى، عشان كده قلت ربنا يمهل ولا يهم. فالأخت دي طلعت وبدأت انها تتكلم والفيديوهات بتاعتها موجودة وناس كتير جدا صورت معاها. خلاصة الأول إن هي زي ما قلت كانت على نفس الموجة مع المدعو عمرو الكاشف ده، هي كانت معاه على نفس الموجة. ولكن بتقول بعد كده إن هي يعني مؤخرا بعد كده بفترة بدأت، طبعا هو بيقول إن هو دخل معاها في علاقة قوية جدا وبإنها كانت بتعتبره إن هو زي أبوها، هي قالت كده يعني، وان هما كان في تواصل قوي جدا بينهم. وطبعا زي ما قلت حركة التواصل ده كان بيفرز ايه؟ كان بيفرز يعني سباب ولعان ونهش في عرض نيرة ولحمها وهي بين يدي الله، يعني التوافق اللي حصل بين الاتنين دول ادى الى هذه النتيجة، ان هما يزيدوا من دفع الرأي العام في اتجاه التعاطف مع المجرم اللي هو في الاخر برضو تم تنفيذ القصاص، لان دي عدالة السماء اللي كنت بكلم حركة عنها، وفي نفس الوقت برضك هذا التوافق وهذا التقرب اللي حصل بينهم ادى بقى الى ان هم يسبوا في البنت ويلعنوا فيها ويطعنوا في شرفها وكل الجرائم اللي ان شاء الله ربنا يحاسبهم عليها دنيا واخره، وهيتقعد لهم زي ما بنقول كده هيقعد لهم. قالت ان هو بعد فتره بقى بدات ان هي تحس ان هو بيكلمها بطريقه يعني مش محترمه وان فيها اسقاطات جنسيه، وبدا ان هو يطلب منها بعض الطلبات الغير محترمة وان هو عاوز يقيم معها علاقة، يعني الموضوع خد السكة. طبعا هم اجتمعوا على شر واجتمعوا مع احترام الحركة في اللفظ على نجاسة، فاحنا متوقعين ايه النتيجة اللي هتبقى بعد كده لما ناس تجتمع على شر وعلى نجاسة؟ هل متوقعين ان المنتج اللي هينتج عن هذه العلاقة هيبقى منتج طيب؟ طبعا مستحيل، هيبقى منتج شر ومنتج نجس، لان هم اجتمعوا على شر واجتمعوا على نجاسة. فطبيعي يعني الاخت دي انا ما اعرفش هي كانت طالعه مستغربه من ايه، يعني كل اناء ينضح ما فيه، وهذا الكائن المدعو عمرو الكاشف ده معروف هو كان بيتكلم ازاي وبيسب ازاي، ده في فيديو يعني قال فيه الفاظ انا ما اعرفش هو متساب بره يعني لغايه دلوقتي ازاي هو خارج اسوار السجن لغايه دلوقتي. ولكن برضو دي مش قضيتي، لان انا دايما بقول يا جماعه ان عقاب الدنيا ده اقل عقاب، عقاب الدنيا ده أقل عقاب. الإنسان اللي بيهرب من عقاب الدنيا ده بيهرب من حاجة بقى تافهة جدا، ولكن عقاب السماء وعقاب المولى عز وجل عقاب الآخرة ده ما فيهوش، ده لا تعرف تهرب منه ولا تعرف تناور ولا تحور ولا تدور ولا تقور ولا الكلام ده كله، وهتاخد العقاب بتاعك هتاخده.
فلو قدرت تهرب من عقاب الدنيا اللي المفروض البشر هم اللي وضعينه، فعقاب المولى عز وجل لن تستطيع أن تهرب منه على الإطلاق. فزي ما انا قلت ان هم طبعا بدات ان هي تقول هذا الكلام، وبدات بقى هم دخلوا زي ما هو عمل مع مشارب كده، وزي ما عمل مع طائفه الشر اللي هم كانوا كلهم مشتركين في نهش عرض الفتاه المسكينه اللي هي كانت ميته ولا تستطيع الدفاع عن نفسها. ولكن الحمد لله ربنا جعلنا يعني واحد زي حالاتي وناس زي محترمين زي حضراتكم وناس كتير جدا كانوا بيدافعوا عنها وكانوا هم لسان الدفاع عنها، لان هي لا تملك الدفاع عن نفسها. ونسأل المولى عز وجل ده يكون في ميزان حسناتنا ان شاء الله. فبدأت تقول بقى ان هو خد بقى منعطف تاني، بدأ يهددها وبدأ يعني في تسجيلات صوتية بينهم بدأ ان هو يهددها بيها. طب زي التسجيلات الصوتية اللي كانت مع مشارب واللي انا عرضت بعضها اللي كانت بتقول فيها عن مرتي. يعني تخيلوا ما بيدهشوا في لحم البنت الميتة المقتولة وبيستفيدوا ماديا من وراء القصة دي، والكوارث كلها طلعت يعني او جزء منها جزء بسيط او يسير منها، الفلوس اللي كانوا بيقبضوها والتحويلات اللي كانت بتجيلهم وفضحوا بعض، هم كلهم فضحوا بعض فضيحة فظيعة يعني. فنفس القصة كانت مع البنت دي برضك، اتقابلوا برضك مع بعض على مائدة الشر وقعدت برضك معاه واتفقوا على ان هم يمارسوا الإيذاء في حق هذه الفتاة نيرة رحمة الله عليها، وبعد كده انقلب عليها زي ما انقلب على بقية حلفائه التانيين. فهي كانت طالعه وطبعا في محامي طبعا هي موكلاه دلوقتي وداخلين مع بعض في قضايا وحاجات زي كده. اللهم اضرب الظالمين بالظالمين واخرجنا من بينهم سالمين يا رب. فيعني سبحان الله سبحان الله، طبعا قالت بقى ان هو يعني اهني وشتمني وبيدخل بيعمل لايفات عليا وبيحط صورتي وبيسيب، وقالت ان هو بيسيب رقم تليفوني. طبعا هو رقم تليفونها هي كانت اديتهوله عشان خاطر يتواصلوا. فشوفوا النتيجه يا جماعه، والله العظيم وحي، والله 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 يعني ربنا سبحانه وتعالى يعني حق، وعقاب ربنا سبحانه وتعالى حق، وعدالة ربنا سبحانه وتعالى حق. يعني دي حاجات والله مش احنا مش محتاجين حاجة تأكد لنا على كده، احنا طبعا مؤمنين ايمان راسخ بكل هذه الامور، ولكن في امور ربنا سبحانه وتعالى يعني بيعملها بفضله وعدله ورحمته يعني بتؤكد لنا على الكلام ده، لان في ناس ممكن تنسى او ناس ممكن تغض الطرف، ولكن ربنا بيعمل الحاجات دي عشان يأكد مرة تانية. فتخيلوا ان الناس دول اللي اجتمعوا على الشر والبهتان وقعوا بعض، البنت طالعه بتقول كوارث، بتقول بقى يحط صورتي يعمل لايفات كامله يشتمني ويسبني بابشع الالفاظ، ويحط رقمي ويقول للناس ادخلوا واعملوا معاها كذا وكذا وكذا وان هي كذا وكذا وكذا. يعني تحول على النقيض تماما من واحده مواليه له، واحده من السائرين معاه في ضرب الشيطان وضرب الظلام وضرب الظلم، ليه واحدة هو بقى ده ان هو ينهش فيه لحمها وعرضها زي ما هي كانت بتنهش معاه في لحم نيرة. فسبحان الله سبحان الله، طالعة هي طبعا بقى عمالة مرعوبة ويعني يعني تحول 180 درجة على النقيض تماما، زي ما انقلب على منى ابو شنب وزي ما انقلب على ناس كتير من الشلة اللي هي شلة الشيطان اللي كانوا متجمعين زي ما انا قلت على مائدة الشر مع بعض، انقلب برضك على البنت دي واي واحدة تانية. وفي واحدة تانية طلعت فضحته على الفلوس اللي خدها، قصص قذرة يعني 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 اقولي بس يعني كوكتيل من القذارة والنجاسة كده غير طبيعي. فاللي انا حابب اقوله سبحان الله يعني ده زي ما قلت لحضراتكم، انا مش هتطرق القضية خلاص احنا اتكلمنا فيها، ولكن انا بتكلم على الموقف ده لان ده موقف حديث ولسه يعني مثار خلال الايام الماضية يعني. فحبيت بس يعني من خلال الفيديو ده اللي انا اقول سبحان المولى سبحان الله العظيم سبحان الله العظيم، ان واحدة يا جماعة يعني متوفاة بين يدي الله لا تملك انها ترد عن نفسها، ولا زال ربنا بياخد لها حقها الى الان. وعايز برضو كنوه على نقطة، لان في بعض الناس ممكن تقول انت يا استاذ اهاب بتتكلم او يا عم اهاب او يا اهاب ايا مكان طريقتهم في الحديث، انت بتتكلم عن نيرة دي، هي نيرة دي كانت يعني شيخة جامع او يعني واحدة مثلا ماتت وهي على سجادة الصلاة. القضية مش كده على فكرة، القضية مش كده خالص، نيرة كانت فتاة عادية
ولكن احنا بنتكلم على الاعتداء على حرمات الله. في فرق يا جماعة. عندما يتوفى الشخص أصبحت له حرمة، في حرمة للموت وحرمة للميت، والحرمات دي حرمات المولى عز وجل، فالاعتداء عليهم يعتبر اعتداء على المولى عز وجل والعياذ بالله. فأنا ما بتكلمش على فتاة على قيد الحياة زي البنت اللي هي طلعت تقول عمرو عمل فيا وزمل وبهدلني وشتمني وألفاظ بذيئة وكان عاوز ينالني أو يعمل معي علاقة جنسية، الكلام ده كله موجود، وادخلوا حضراتكم شوفوها، شوفوا الكلام اللي هي بتقوله. هي لا تعنيني لا هي ولا هو، ولكن أنا الهدف من الفيديو ده اللي أنا أقول لحضراتكم إن شوفوا يا جماعة إن بنت متوفاة، بنت في قبرها، ولكن سبحان الله عدالة ربنا سبحانه وتعالى بينتقم لها إلى الآن، بينتقم لها إلى الآن. هي أي مكان اللي عملته نيرة رحمة الله عليها، ربنا يسامحها ويغفر لها، كل إنسان له ما له وعليه ما عليه، هيحاسب بنادي الله. ولكن دي قضية اللي احنا كلنا هنحاسب، كلنا الأشياء الطيبة ربنا هيجازينا عليها، والأشياء الغير طيبة ربنا هيحاسبنا عليها كلنا. ولكن ربنا سبحانه وتعالى بينتقم من هؤلاء، يعني انا مش عاوز اقول الانجاس، لان هم اعتدوا زي ما انا قلت على حرمات الله. هم الشخص لما يموت احنا قلنا اذكروا محاسن موتاكم، وربنا سبحانه وتعالى والرسول الكريم عليه الصلاه والسلام اكدوا على هذا الامر، ان الشخص عندما يتوفى او تنقطع سيرته من الدنيا المفروض ان احنا ما نتكلمش عنه نهائيا ولا نذكر الا محاسنه. ولو انا مش قادر اذكر محاسنه اصمت واسكت، من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فليقل خيرا او ليصمت. ولكن اللي انا شخص يتوفاه الله حسابه هو عند ربنا، انا باكد على النقطه دي عشان اصل في ناس بتخلط الاوراق بعضها، لا انا بفصص الموضوع خالص لحضراتكم اهو، وقلت انا ما بتكلمش في القضيه، انا بتكلم في الجزئيه دي، ان ربنا سبحانه وتعالى، ربنا سبحانه وتعالى وعداله ربنا سبحانه وتعالى بينتقم، بينتقم بفضله وعدله وجبروته سبحانه وتعالى من ناس اعتدت على حرماته هو شخصيا سبحانه وتعالى، على حرمة الميت وعلى حرمة الموت. الشخص اللي مات ربنا هيحاسبه، حسابه عند ربنا، لا نقول ده يدخل الجنة ويدخل النار، ربنا اللي هيحاسبه. ولكن ان حد يعتدي على شخص بين يدي الله خلاص بقى حسابه عند ربنا، لا هنا يبقى لا، انت اعتديت على ربنا سبحانه وتعالى والعياذ بالله، واعتديت على حرمات الله. هي دي النقطه يا جماعه اللي محتاجين نفهمها، محتاجين نفهمها. هم ما بيعتدوش على نيره بس، ده هم بيعتدوا على الموت وعلى الميت، والاثنين دول من حرمات المولى عز وجل، فحق عليهم العقاب اللي هم بيعملوه النهارده، والوقوع الفظيع اللي وقعوا ببعض. هي دي عداله السماء يا جماعه، هي دي عدالة السماء، وهو ده يعني الترجمة، ترجمة فعلية لمقولة إن المولى عز وجل، إن الله سبحانه وتعالى يمهل ولا يهمل. أنا حبيت بس اللي أنا يعني أنا حبيت دي تعتبر فضفضة كده مع حضراتكم، عشان نقول كلنا سبحان الله. أنا نفسي كلنا كده نقول، نردد دلوقتي نقول سبحان الله، إن ربنا سبحانه وتعالى فعلا فعلا عليه خلاص الحقوق، وإن أي حد بيعتدي على المولى عز وجل والعياذ بالله والله المثل الأعلى أو حرمات المولى عز وجل لابد وأن ينال عقابه في الدنيا وفي الآخرة. ودينا شفنا اهو فتاة زي ما أنا قلت لا تملك إنها تدافع عن نفسها، واحدة ميتة، ميتة كانوا اشتركوا كلهم في نهش لحمها وعرضها وسيرتها، فربنا سبحانه وتعالى سلطهم على بعض، وقعوا ببعض، بدأوا يشتموا ببعض، بدأوا يفضحوا ببعض، سبحان الله، هم مش حد من بره، ده هي المجموعة القذرة دي هم اللي وقعوا ببعض، وبدأوا يشتموا ببعض، وبدأوا يعني يفتنوا على بعض، ويقولوا على الكوارث اللي هم عملوها، يفضحوا بعض بالآخر. ده ليه؟ مش عشان نيرة كانت كويسة أو وحشة، زي ما قلت كويسة وحشة حساب عند ربنا زي ما حسابنا كلنا عند ربنا، ولكن لأن دي وهي ميتة وهي بين يدي الله هم اعتدوا عليها، اعتدوا عليها
اعتادوا على حرمة الموت واعتادوا على حرمة الميت، هي أصبح لها حرمة، هم اعتادوا على كل حاجة، فحق عليهم هذا العقاب. وإن شاء الله بإذن الله ربنا يرينا فيهم عجائب قدرته إن شاء الله بإذن الله. وربنا سبحانه وتعالى هينتقم منهم شر انتقام. وأنا مش عاوز يعني ده أنا مش بادئ على حد، ولكن إن قد يكون الانتقام فيهم أو في الأجيال اللي منهم بعد كده. الخير اللي الإنسان بيعمله بيبقى فيه وفي الأجيال اللي منه، أبنائه وأحفاده يفضلوا يتوارثوا هذا الخير، ربنا سبحانه يفضل يجازيهم على هذا الخير. والشر نفس القصة. نسأل مولانا عز وجل أن نكون من أهل الخير، وأن نكون من أهل الصلاح، وأن نكون دائما من أهل الحق والسائرين في دربه. وحبيت بس أعمل فيديو، أكيد حضراتكم فهمتوا القصة أو فهمتوا غرضي إيه من هذه القصة، أقولها مرة تانية. ربنا سبحانه وتعالى يمهل ولا يهمل، وعدالة السماء موجودة هي عدالة الخالق العظيم. أشوفكم إن شاء الله فيديو جديد، دمتم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.